أغير بلان خليفة بن سالم وخبر بدي يدور البارح ماخر شوية في وسائل التواصل الاجتماعي نفق تحت دار سفير فرنسا. تقريبا الموضوع هو هذا، وتبادلت مواقع التواصل الافتراضي من الأول قبل وسائل الإعلام المرئية وبعض مواقع وسائل الإعلام المسموعة. على مستوى مواقع التواصل الافتراضي هبطوا ياسر ناس اللي هما يسكنوا في الجهة متاع المرسى قمرت كارتاج اللي متعدين من غاد، أنه هناك حركة وحركية غير معهودة من قبل الأمنيين، الكياس مسكر، هناك وجود أمني كثيف، هناك نوع من الاحترازات في الطريق اللي يتعامل بها الأمن على مستوى المنطقة ومع العابرين والمرين، مما دفع الكثير من الناس إلى الأسئلة. وإحنا بدنا كأي مواطنين بدنا نقرأوا عن طريق أصدقائنا ولا الناس اللي نتابعوا فيهم في مواقع التواصل الافتراضي ماذا يحدث في المرسى، ماذا يحدث حول منزل وإقامة السفير الفرنسي، طبعا لأن هي إقامة معلومة كبيرة معناها تقريبا على مستوى 3 هكتارات من المساحة الخضراء، بنية قديمة ياسر، ما هوش هو هذا موضوعنا، تقريبا من 1800 البنية أقدم حتى من دخول فرنسا. يقال أنها كانت لسيد القائد أحمد المستيري القائد هما قبل نقوله أحمد المستيري، هي بنية قديمة ياسر. طبعا فرنسا كانت تعتبر تونس جزء لا يتجزأ منها، هذه الإقامة اللي تقريبا إحدى مزارات الطبقة السياسية التاريخين، البنية معلومة وكبيرة، وقت تشوف أي انتشار أمني يدفع الناس باش تسأل وغيرها، ثم تدريجيا بدأت بنية كبيرة وراي في وسط المرسى في قلب البلاد، يعني كيبدا فما تحركات غريبة تنتج كما قلت لك، وإحنا حتى من خلال مواقع التواصل الافتراضي ثم شفنا الأخبار، هبت سيد ناجي الزاهري في التاسع وقعد تبع فيه نقش فيه هو يتكتم كينو، احنا توقنا له انت متكتم ووزاره الداخليه متكتمه، خلينا نسلموا عليها الصباح. يا حكيم صباح النور. صباح النور. صباح الفل. صباح النور حكيم. البارح سالتك انا في بعث لك مساج نساله قلنا شنو فما ما جاوبنيش، ثم تفرجنا فيها في الموقع نتاع اللي يشرف عليه هو بنسموهش للدعاية، هو رئيس التحرير هو من تاع القناة. عاد بعد بدا يظهر الأمر كونه هناك نفق يؤدي إلى إقامة السفير بطول تقريبا حسب التقول 300 متر، ويبدو أنه النفق زاد حديث في مستوى معناها وجوده، ما هوش نفق قديم ولا على أساس أنه يعود إلى 1800 وقت إنجاز البناء وغير، لا يبدو هذا طبعا يبدو زاد تطور الخبر وقت اللي نستمع أنه السيدة رئيس الحكومة انتقلت شخصين معناها لمقر إقامة السفير، السيد وزير الداخلية انتقل هناك، التمركز الأمني مازال موجود وبكثافة، رئيس الحكومة وزير الداخلية تنقلوا للمقر، تنقلوا إلى مقر إقامة السفير، التمركز الأمني مازال موجود. يقال أنه هناك حتى إلى غاية شارع الحبيب بورقيبة بدأ بعض الأحاديث كذلك على مستوى مواقع التواصل الافتراضي، ربما هناك فيلا قريبة محل شبهة ولا غيرها، هذا الكل يتداول. التكتم الاتصالي من قبل الوزارة محمود ومهم في مثل هذه العملية التنوعية، ولكن الكلام كذلك مهم. اتصلنا بوزارة الداخلية خليفة ابتسام، طبعا ما كلمة ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية، الإجابة حرفيا كانت الموضوع تحت الدرس، أنا معاك ما تمش نفي الموضوع، لا ما قالش ما فماش منه، وهذا حديث فيسبوك في كل الحالات ثم حاجة، قال الموضوع تحت الدرس، هذا بالضبط الجملة اللي قالها سيد ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية ولم ينفي. التكتم الاتصالي في مثل هكذا أوضاع مهم وزاد من لوموش عليهم، لأنه العملية ما سهلة باش تقول حاجة وإرهاب ولا مش إرهاب ولا نفق ولا محاولة الدخول أو هو معناه آلية الخروج السري أو ربما حاجة قديمة ورجع تو في بعض الأشغال أو ربما تهويل وغير، ولكن الكلام كذلك مهم باش نوقفوا هذا النزيف من الحكايات اللي قاعدة في مواقع التواصل الافتراضي وتترجم راي حتى إلى الخارج. أيا نجي زيري تفضل. عطي الحكيم هو اللي تفضل يا حكيم وتفضل المعلومات الكل يا عندك نحب نسمعها توا بكيش نقعد متغشى على المساج بجوبتي شعري. أنا مانيش ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية. أنت ناطق رسمي باسم معلوماتك الصحيحة. شوف صحيح هو الخبر الأول هبط في على قناة التاسعة على السيت ويب نتاع التاسعة، و
ومن بعد فما خبر آخر هبطت جريدة حقائق أونلاين على تنقل رئيس الحكومة إلى مقر السفير الفرنسي. به المعلومة خرجت وقت اللي الجيران غادي المتساكنين بحذا مقر السفير الفرنسي مقر إقامة السفير الفرنسي بدأوا يلاحظوا تواجد مكثف للقوات الأمن. وعلى فكرة أنا ككل صحفي دونك في البداية مشى في بالي أنه الشرطة العدلية هي المتكفلة بالمسألة هذه، دونك تبين أنه الشرطة العدلية ما عندهاش دخل. المسألة كانت عند فرقة مكافحة الإرهاب، دونك هنا نطرح أكثر من سؤال. يعني فرقة مكافحة الإرهاب هي اللي كانت موجودة قدام دار السفير بالضبط، مع طبعا بعض القوات الأمن لتطويق المكان، ما خلاو حتى حد يتعدى. به كيفاش فاقوا بالنفق هذا؟ المعلومة الأولى أعطاها مواطن خليجي مازال يسكن غادي، دونك ما عندوش مدة طويلة، سكن في دار يعني كان تحوز بها بعد صدور حكم قضائي لفايته، دونك بعث عدل المنفذ مع طبعا مع قوات الأمن، دونك ونفذ الحكم واسترجع الدار. دار هذه يرجع بناءها تقريبا إلى سنة 1982 ولا 83 الحقيقة مش مثبت. أصل الحكاية جات يعني انطلاقا من بعض المعلومات اللي وصلها الشخص هذا إلى قوات الأمن، وقال لروا راني نسمع في حركة غير عادية، فما ناس يخرجوا في التراب، يخرجوا في الردم في الليل، دونك حركة مريبة فوالا، دونك مش شكاية لكن بلغ عطاء المعلومات هذه. دونك تمت متابعة الموضوع بطبيعة الحال، معناها تحركت قوات الأمن، خدمت حتى الاستعلامات، و لأنه تعرفوا المنطقة ذيك منطقة حساسة برشا فيها إقامة مقر مقر إقامة السفير الفرنسي. بلغ الخليجي وقال راه فما تحركات غريبة ويخرجوا فردم في الليل، تحركت قوات الأمن دونك في للمراقبة الساعة في البداية، مراقبة الدار هذه شنو حكايتها، شنو اللي قاعد يصير، شنو حكاية التراب والدم، عبالة عملية خدمة استعلاماتية. وفي مرحلة لاحقة دونك دخلوا للدار هذه، دخلوا لها وتبين أنه فما حفرة حفرة ما نعرفش بعمق قداش، والحفرة هذه تؤدي دونك إلى نفق. المعلومة الأولية الشبه مؤكدة أنه طوله 300 متر، نجم يكون أقل نجم يكون أكثر، فإذا يوصل لدار السفير يوصل إلى مقر إقامة السفير، يوصل إلى مقر إقامة السفير. وهذا علاش تنقلت رئيس الحكومة مباشرة ومشيت إلى مقر رئيس الحكومة السفير الفرنسي مباشرة بعد المعلومة، ولا لأنه الدواعي يعني الأسباب غير ما زالت غير معلومة وغير منطوق بين من بين المعلومات المتداولة أنه النفق جديد، عملية الحفر حديث قديمة ياسر، مازالوا كيف بدأ، لأنه تعرف فما رواية تقول لك لا النفق هذا نجم يكون، ثم شكون اللي قال نجم يكون معناها مجرى نتاع سيلان مائي، معناها بتعرف معناها الماء نجم يحفر شبه النفق معناها تحت الأرض. لا النفق معناها عملية الحفر جديدة مش قديمة. علاش تم حفر النفق هذا في المنطقة هذيك بالذات؟ شو الهدف؟ يعني فما برشا روايات الحقيقة ما نحبش نسبق ونعطي حاجات معناها غير دقيقة.